السلام عليكم. على متى الساعة الكبرى تظهر اليوم على سواحل الدول العربية؟ لن تصدق ما حدث. قام علماء المناخ اليوم باكتشاف كارثة كبيرة على سواحل الدول العربية، وقد أخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. إنها ستكون دليل على اقتراب يوم القيامة، سنتعرف عليها الآن. ولكن فضلا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، ولا تنسى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ القصة بالإشارة إلى حدوث عدة زلازل قوية من قاع البحر، وهو ما يثير مخاوف كبيرة نظرا للتبعات الخطيرة التي قد تحدث عن الزلازل. الزلازل بطبيعتها ليست فقط مدمرة على اليابسة، بل قد تؤدي أيضا إلى تغيرات في قاع البحر، مما يمكن أن يسبب أمواج تسونامي أو ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ. في هذا السياق يتم ذكر النشاط البركاني في جبل إتنا على جزيرة صقلية الإيطالية. النشاط البركاني في إتنا ليس جديدا، ولكنه يحمل في هذه الفترة طابعا خاصا نظرا لقربه النسبي من السواحل الليبية، مما يثير قلقا كبيرا بشأن إمكانية انتقال التأثير البركاني إلى السواحل المصرية. علامات الساعة وعلاقتها بالموضوع. ورد في الأحاديث النبوية أن من علامات الساعة كثرة الزلازل وانتشارها في مختلف أنحاء العالم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. صحيح البخاري. الزلازل التي تذكر في الموضوع والتي يمكن أن تحدث في مصر أو المناطق القريبة منها قد تكون مؤشرا على هذه العلامة من علامات الساعة. انحسار المياه والتيارات الغريبة. التقارير تشير إلى انحسار غير طبيعي للمياه عن شاطئ بورسعيد، مما يخلق مشهدا غريبا حيث يبدو الشاطئ وكأنه رصيف. هذا الانحسار يمكن أن يكون نتيجة لتغيرات في التيارات البحرية أو نشاط زلزالي تحت الماء. هذه الظاهرة مصحوبة بجزر عالية جدا والتيارات الغريبة، مما يجعل الوضع أكثر خطورة ويستدعي حذرا شديدا من قبل السلطات والمواطنين. وما علاقة هذا بعلامات الساعة؟ من العلامات الأخرى التي ذكرت في الأحاديث النبوية انحسار الفرات عند جبل من الذهب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. صحيح البخاري. وعلى الرغم من أن هذا الحديث يشير إلى نهر الفرات تحديدا، إلا أن الانحسار المفاجئ للمياه في أماكن أخرى قد يكون دليلا على تغيرات طبيعية غير معتادة قد ترتبط بعلامات الساعة. إغلاق الشواطئ ومنع النزول. نتيجة لهذه الظروف الخطيرة تم اتخاذ قرار بإغلاق البحر ومنع النزول إلى الشواطئ اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. رفع الأعلام السوداء. الإجراءات الاحترازية شملت أيضا رفع الأعلام السوداء على الشواطئ، وهي إشارة دولية تدل على حظر السباحة ودخول المياه بسبب الظروف الخطيرة. هذه الإجراءات لم تقتصر فقط على بورسعيد وجمصة فقط، بل امتدت إلى بعض المحافظات الساحلية الأخرى في الجمهورية مثل مدينة الأسكندرية وسواحل محافظة مطروح وبورسعيد. الأعلام السوداء هي رمز للاحتراز والتحذير، ولكنها أيضا تذكر في الأحاديث النبوية كأحد الرموز التي تظهر في آخر الزمان، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه عن علامات الساعة تظهر قبل قيام الساعة، منها: إذا رأيتم الراية السوداء قد أقبلت من خرسان فأتوها ولو حبوا على الثلج، فإن فيها خلفية الله المهدي. رواه ابن ماجه. الأثار المحتملة للنشاط البركاني. النشاط البركاني في جبل إتنا يمكن أن يؤدي إلى حدوث ارتفاع غير مسبوق في أمواج البحر، مما يهدد السواحل المصرية بفيضانات أو موجات عالية قد تكون مدمرة. إن تحرك كتل كبيرة من المياه نتيجة للنشاط البركاني تحت سطح البحر يمكن أن يسبب تغيرات كبيرة في النظام البيئي البحري، مما يستدعي مراقبة مستمرة وتقييم شامل للمخاطر المحتملة. تأثيرات بيئية واقتصادية. مثل هذه الأحداث الطبيعية لها تأثيرات بيئية كبيرة، حيث يمكن أن تؤدي إلى تدمير البيئات البحرية والشعب المرجانية والتأثير على الحياة البحرية. بالإضافة إلى ذلك التأثير الاقتصادي يمكن أن تكون ضخمة، حيث يعتمد كثير من السكان المحليين على السياحة والصيد كمصدر رئيسي للدخل. الختام بالدعاء في نهاية الموضوع. لا يسعنا إلا أن ندعو الله بأن يحفظ الله مصر من كل سوء وأن يجنبها الكوارث الطبيعية. انحسار نهر الفرات عن جبل من الذهب هي علامة من علامات الساعة، حيث ينحسر نهر الفرات عن جبل من الذهب ويتسامع الناس بهذا الكنز العظيم ويتقاطرون عليه من كل جانب
في سباق محموم للحصول عليه والاستئثار به، فتتهافت نفوسهم، وبعد ذلك تحدث المجزرة الكبرى التي أخبرنا عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث يقتل من كل 199 كما جاء في روايات كثيرة، حيث أن تحت نهر الفرات جبل كبير جدا من الذهب. هذا الجبل إذا ظهر فهذه تعتبر من أقوى علامات الساعة التي ظهرت. سبحان الله، فهذه العلامة ظهرت واكتشفها العلماء، حيث انكشف جبل الذهب وصوره العلماء من الفضاء. سبحان الله، وهذه صورة جبل الذهب، وهذا الجبل موجود تحت نهر الفرات في العراق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من الذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا أنجو. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من الذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. نهر الفرات الذي كانت تصل مياهه إلى حافات الطرق سابقا تراجع بشكل كبير حتى أصبح أقرب إلى الساقية منه. نقف الآن أمام مشهد يقطع القلوب عندما نرى بأن الفرات قد انحسر أغلب مائه، وهذا مصداق ما أخبرنا به الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حينما قال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات على جبل من ذهب يقتتل عليه كل 100 لا ينجو منهم إلا واحدا. إن المراكز التخصصية والعلمية قد سجلت تسعينيات القرن الماضي ارتفاع مناسيب نهر الفرات إلى أوجه وإلى الذروة، حتى بلغت أنه 4 أمتار مناسيبه أو تعدد هذا الرقم، إلا أنه في السنوات الأخيرة في الفترات الأخيرة قد تراجع هذا المنسوب حتى كاد أن يصل إلى 2 متر أو دون ذلك، وهذا أثر سلبا على واقع السياحي والواقع الاقتصادي. في شارع النهر ببغداد يبدأ علي مع شريكه ثائر منذ ظهور أول خيوط النهار عملهم في البحث عن قذاذات الذهب الذي يخرج من مكان تصريف المياه. الشريكان يمكثان ساعات طويلة وهما يبحثان بإمعان وتركيز بين ذرات الرمل عن قطع صغيرة من الذهب أو حتى الفضة. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال: لا يزال الناس مختلف أعناقهم في طلب الدنيا. قلت: أجل. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من الذهب، فإذا سمع به الناس صاروا إليه يأخذون من الجبل حتى لم يتبقى منه شيئا ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199